بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين. جامعة أفريقيا للعلوم الإنسانية والتطبيقية، شرح لمنهج مادة دراسات في التمويل الإسلامي قسم التمويل والمصارف، أستاذ المادة الدكتور علي صالح. بسم الله. مقدمة: تمثل عملية التمويل دورا هاما في الحياة الاقتصادية، فهي الشريان الحيوي والقلب النابض الذي يمد القطاع الاقتصادي بمختلف وحداته ومؤسساته بالأموال اللازمة للقيام بالعمليات الاستثمار وتحقيق التنمية ودفع عجلة الاقتصاد نحو الأمام. نشرح هذه النقطة، كل نص على حدة يقصد بها تمثل عملية التمويل، وهي من خلال عنوان المادة التمويل في الدراسات الإسلامية، يقصد بالتمويل دورا هاما في الحياة الاقتصادية. فمن خلال تعريفنا للتمويل نعرف أن التمويل مهم جدا في الحياة الاقتصادية. لو لم يكن هناك تمويل لا تكون هناك حياة اقتصادية، لن يكون هناك مصانع أو شركات أو شبه من عمليات الاستثمار أو الحياة الاقتصادية. فالتمويل هو المقصود به الحصول على الأموال اللازمة للقيام بالمشاريع الاقتصادية. وفي موضوعنا اليوم نقصد بها الاستثمار أو التمويل في من ناحية الإسلامية للقيام بالعمليات الاستثمار وتحقيق التنمية ودفع عجلة الاقتصاد نحو الأمام. بما يخص موضوع التمويل، مهم جدا بما يخص التمويل في حياتنا الاقتصادية والعملية. بعدين نأتي، قال لك: فإذا كانت عملية التمويل بمفهوم العام تعني إنفاق المال، وكان الاستثمار بالمفهوم البسيط يعني استخدام المال في عملية اقتصادية بغية للحصول على مردود من نتيجة، فإن كان الاستثمار يعتبر تمويلا بالضرورة، ولكن التمويل لا يعتبر في كل الحالات استثمار. مقصود بهذه الحالة أن نرجع للنقطة الأولى، فإذا كانت عملية التمويل بمفهوم العام تعني إنفاق المال، هي تعني إنفاق المال أو الحصول على المال، لأن عملية التمويل يقصد بها كيفية الحصول على الأموال للقيام بالمشاريع الاقتصادية. وإن كان الاستثمار بمفهوم يعني استخدام المال، فنرجع لأن التمويل هو الحصول على الأموال، وعند تمكننا من الحصول على تمويل بجميع أنواع مصادره، ففي هذه الحالة نعني أنه في هذه الحالة يمكن أن يتم الاستثمار بعدما تم الحصول على الاستثمار في محاضرتنا وفي مادتنا هذه بالطريقة الإسلامية من مصادر إسلامية، تمويل إسلامي صرف. بعدها ننتقل للنقطة الثالثة. فالاقتصاد الإسلامي يعطي أهمية بالغة لعمليات التمويل وتحقيق الاستثمار، ويتجلى ذلك من خلال فرض الزكاة على الأموال سواء كانت عينية أو نقدية، وذلك حتى يقل الاكتناز، وبالتالي عدم تعطيل الموارد والوسائل الخاصة بدفع وتيرة الاستثمار. فالزكاة في الاقتصاد الإسلامي تعتبر أحسن وأبلغ أداء في الكون كله، ومحفزا للاستثمار في نظر الإسلام والمسلمين طبعا، أي أقل من تعد مقياسا موزع للدخل القومي. فهذا ما نقصد به في عملية الاقتصاد الإسلامي يعطي أهمية بالغة لعملية التمويل وتحقيق الاستثمار، وكذلك وبالتالي عدم تعطيل الموارد والوسائل الخاصة بدفع وتيرة الاستثمار. فالمسلم يستثمر حتى ولو كان نسبة العائد أقل من نسبة الزكاة، أي أقل بقل من 2.5%، لأنها بالمقابل تعد أحسن مقياسا موزعا للدخل القومي. وإذ لم يستثمر هذه الأموال فسوف ينزول بسبب امتصاص الزكاة، وعليه يتوفر الاقتصاد الإسلامي على آليات التي تدفع إلى تحقيق التنمية والازدهار. ولهذا سوف نحاول أن نركز في درسنا على مفهوم التمويل في الاقتصاد الإسلامي والصيغ المختلفة التي يمكن تقدم بها هذا التمويل، والشروط والضوابط التي تحت هذه الصيغة، وكيفية تطبيقها من طرف البنوك الإسلامية. وعليه نقول مدى فاعلية تمويل المشاريع الاقتصادية من المنظور الإسلامي. على ضوء هذا الإشكال ندرج مجموعة من التساؤلات: مفهوم التمويل وأحكامه في الاقتصاد الإسلامي، أدوات ومصادر التمويل في الاقتصاد الإسلامي، صيغ التمويل وكيفية تطبيقها في البنوك الإسلامية. وبناء على هذه التساؤلات
يمكن أن نعتبر تعتبر صيغ التمويل الإسلامي متعددة ومتنوعة، ويمكن تطبيقها في مختلف الأجل، قصيرة الأجل، متوسط الأجل، طويلة الأجل. ويقصد بها في عمليات التمويل، يعني التمويل هل يكون فترة قصير الأجل وهي تقصد به أقل من سنة، متوسط الأجل من سنة إلى 5 سنوات، وطويل الأجل يقصد بها من 7 سنوات وما فوق في عمليات الاستثمار من ناحية التمويل، عن طريق سواء كان عن طريق مصادر مختلفة، وسوف نتطرق لها في المحاضرات التالية. أعتقد أن أعطينا مقدمة ولو بسيطة عن التمويل في الاقتصاد الإسلامي أو من ناحية الإسلامية. هذا بما يقصد به من ناحية التمويل الإسلامي ومصادره وكيفية الحصول عليه من ناحية الاقتصاد الإسلامي. وشكرا. بسم الله. المحاضرة الثالثة، مفهوم التمويل ومصادره في الاقتصاد الإسلامي. يقصد بها إن للمال في الإسلام وظيفة اجتماعية ذات أبعاد واسعة إلى جانب الوظيفة الاقتصادية، فهو يعتبر وسيلة إلى الحياة الكريمة للإنسان. لذلك وضع الإسلام ضوابط الكسب وأنفاقه، وإذا كان هذا الكسب والأنفاق يدخل في إطار عملية التمويل بالمفهوم الاقتصادي، فسوف نحاول معرفة من خلال هذا الفصل مفهوم المال وأصوله إلى مفهوم التمويل وأهم مصادر والمبادئ التي تحكمه في الاقتصاد الإسلامي. ما هو التمويل؟ قبل التطرق إلى مفهوم التمويل وصياغة التمويل وأهمية التمويل الاقتصادي في المنظور الإسلامي، يجب علينا معرفة المال وشروط وأسباب تملكه في الإسلام. مفهوم المال وأنواعه في الإسلام. أول ما نتطرق إلى تعريف المال في اللغة. المال ما يمتلكه من كل شيء ويجمع من أموال، وفي لسان العرب ما يمتلكه المرء من ذهب وفضة مطلقة عليه كما ما يتقي ويملكه من الأعيان. تعريف المال اصطلاحا، إصلاح الفقراء أو المعاصرين. المال ما كان له قيمة مادية وجاز شرعا الانتفاع به في حال الاختيار، أي إن المال ما يمكن حيازته والانتفاع به والتصرف به. والجمع بين التعريفين، يمكن القول المال يمتمثل في كل ما كان له قيمة مادية وجاز للإنسان امتلاكه والانتفاع به في حالة الاختيار، على أن يكون هذا الانتفاع ممكن لكافة الناس لا من بعضهم. هذا بما يقصد به عملية مفهوم أو مصادر الإسلام. نرجع لشرحنا مفهوم ومصادر التمويل الإسلامي. نرجع إلى أن مقصود التمويل ومصادر التمويل في الاقتصاد الإسلامي، أي بما يرضي الله بحكم الشريعة الإسلامية، عن طريق جميع أنواع المصادر التي تمكن من عملية التمويل بشرط أن تكون بحكم الشريعة الإسلامية ومصادر إسلامية ذات اقتصاد إسلامي صرف ينبني على اتفاق القرآن الكريم، السنة ينهي عن الربا، تكون مصادر تمويل ذات طابع إسلامي. فتطرقنا إلى تعريف المال لغة واصطلاحا لمعرفة ما يقصد به المال. والتمويل هو الحصول على الأموال، لا يختلف عليه اثنين. فهذا على ضوء ذلك قمنا بتعريف المال لغة واصطلاحا ليمكننا من معرفة عملية المال أو عملية التمويل قبل الدخول في عملية التمويل أو شرح التمويل بصفة خاصة. واجبنا أن نتطرق إلى التمويل الإسلامي، مصادر التمويل الإسلامي، معرفة المال، معرفة تعريفاته، أنواع مصادر التمويل بصفة خاصة في جميع جوانب درسنا أو محاضراتنا التي سوف نعطيها لطلبتنا. أي شخص عنده استفسار، عنده أي ملاحظة،
فواجب علينا أن نرد على إجاباتكم بالمعرفة. يختلف اختلاف تاما عن التمويل التقليدي بجميع أنواع. هذا التمويل تمويل إسلامي في اقتصاد إسلامي بطرق إسلامية بطريقة بالشريعة الإسلامية بحكم القرآن الكريم والسنة بالحديث الشريف، كل ما يتطرق إليه من فقهاء من قانونيين من اقتصاديين محاسبين، ولكن يتم تحت عملية الشريعة الإسلامية. مصادر تمويل طرق بجميع أنواعها، وسوف نتطرق إليه إن شاء الله في المحاضرات التالية لمعرفة مصادر التمويل، مصادر الحصول على التمويل أو المال، كيفيته، صيغ التمويل، ارتباطها، طرق الشرعية للكسب، ما يجول في خاطرنا أو أسئلة سوف نتطرق إليها في عملية مفهوم التمويل من مصادره والمبادئ التي تحكمه في الاقتصاد الإسلامي بمعنى حكم الشريعة الإسلامية. سوف نمر على محاضرات متنوعة، مصادره، صيغ التمويل، مفهوم التمويل، ارتباطه، كل ما 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 يورد إلينا من تساؤلات سوف نتطرق إليها في المحاضرات التالية بما يخص مادتنا وهي دراسات في التمويل الإسلامي. أي استفسارات، أي أسئلة، نحن مستعدين للإجابة بما يخص هذا الجانب، جانب عام مفهوم التمويل ومصادره في الاقتصاد الإسلامي. عندنا نقطتين مهمات جدا جدا، اللي هو مفهوم المال وأنواعه وأسبابه. أهم نقطة في هذه المحاضرة جانب تعريف المال لغة واصطلاحا، نظرا لما له من أهمية في عملية التمويل وكيف تتم عملية التمويل، وهي كما ذكرنا هي الحصول على الأموال. فلا بد أن نحن نعرف المال قبل أن نتطرق إلى جوانب أخرى من عمليات التمويل في محاضراتنا أو في محاضراتنا التالية. أبناء الطلبة عليكم الانتباه، عليكم التركيز بما يخص هذه الجانب من هذه المحاضرة. عندنا تعريفين مهمين، عندنا نبدأ مختصرة على مفهوم التمويل ومصادره في الاقتصاد الإسلامي، أهم نقطتين مهمات جدا جدا جدا. نعرف أن احنا في جانب هذا أن احنا في محاضرات بما يخص التمويل الإسلامي، بما يخص جانب الإسلام في من ناحية التمويل. نشكر مرة ثانية وموفقين إن شاء الله لنبدو سرد المحاضرات التالية وشكرا. بسم الله، كما ذكرنا في المحاضرة التالية عندنا أنواع المال، كما ذكرنا سابقا تعريفه. سوف نقوم في هذه المحاضرة بذكر أنواع. يمكن تقسيم المال إلى أصناف متعددة تبعا للحكم من كل تصنيف، سواء للدراسات الشرعية أو الاقتصادية أو القانونية، وأهمها ما يلي. قبل أن نتطرق إليها ونذكرها، لله بالانتباه لكلمة تصنيف سواء للدراسات الشرعية على جانب أو الاقتصادية أو القانونية. فلاحظتوا أن في ثلاث نقاط مهمة جدا جدا: الشرعية، الاقتصادية، القانونية. هذا ما نريد أن نصل إليه، أو نبغى أن نوصل لأبناء الطلبة لفهم أن احنا في محاضرة في درسنا اليوم، في محاضرتنا في مادتنا اليوم تتطرق إلى ثلاث جوانب مهمة مشتركة مع بعضها بما يخص الشرعية، اللي هي بما يخص شريعة من ناحية الإسلامية والاقتصادية والقانونية. ضروري من توفر الثلاث نقاط في هذه في هذا المال أو في التمويل. وأهمها ما يلي: تقسيم المال إلى النقود، رأس مال نقدي، وعرضه، رأس مال عيني. يعني يقصد به تقسيم المال إلى نقود، رأس مال نقدي يعني نقدية
كاش موجود أو عرضي رأس مال عيني يقصد به أصول ثابتة. ضروري إن إحنا نميزوا بين رأس مال النقدي ورأس مال العيني. رأس المال النقدي السيولة النقدية أي الكاش، يعني مبلغ معدود محسوم أمره في وضعه في رأس المال، عكس رأس المال العيني أي تقييم لمبنى أو لآلة أو لما شابه ذلك من الأصول، وتعتبر الأصول الثابتة هي المباني والأراضي والمعدات بجميع أنواعها. اختلاف بسيط أن العملية رأس المال محدد قيمته في النقد، ولكن رأس المال عبارة عن أصل ثابت ليه يتم بيعه وتحصل على رأس المال يصبح نقدي أو رأس مال موجود. التقسيم الثاني أو التقسيم التالي، تقسيم المال إلى عقار أو منقول. واضح جدا جدا العقار اللي هو ذكرناه أو منقول، عملية بيعه من عقار ليصبح إلى نقدية. ومثلي ورقمي، المثلي وهو الذي تكون وحدته غير متفاوتة أو القيم، والقيم هو الشيء النادر يعوض على مقدار القيمة وليس على الشيء، على مقدار القيمة وليس على الشيء، يعني مقدار قيمة المرغوب بيعه أو المعروض للبيع بإثبات قيمته. المال المقوم أو الغير المقوم، المقوم ما كان بحوزة المالك أو يعوض على تلفه. بنوضح لكم هذه النقطة، المال المقوم والمال غير المقوم. بالله انتبهونا في هذه النقطة، المال المقوم ما كان بحوزة المالك أو يعوض عن تلفه. يقصد به موجود مال، موجود أصل المال، رأس المال، القيمة المعلنة، هذا بما يقص به. ما يعوض عن تلفي شيء موجود ثابت يمتلكه، في حالة تلفي يمكن تعويضه، يقصد به مال المقوم. والغير المقوم ما لم يتير مالا في الإسلام، وهو ما لم يكن بحوزة المال، كالسمك في البحر بالنسبة للصيد، لا يعتبر له ملك ما دام لم يملكه أو يحتاجه. هذا بما يخص أنواع المال في الإسلام. هذه كله دروس توضيحية بداية بعملية المال، لحين نوصل إن شاء الله في موضوعنا الأساسي اللي هو التمويل، في مصادر التمويل. نشكر استماعكم لهذه المحاضرات، ومستعدين لأي استفسارات لأي أسئلة تخص هذا الجانب الموضح في هذه المحاضرات، وشكرا على الاستماع. بسم الله، نبدأ محاضرتنا بمفهوم التمويل وأنواعه في الإسلام. محاضرتنا تعتبر مهمة جدا جدا، نرجو التركيز بخصوص هذا الدرس اللي هو مفهوم التمويل وأنواعه في الإسلام. أولا، مفهوم التمويل أي يقصد به تعريفه تعريفا شاملا. بداية نبدأ بتعريف التمويل في اللغة، أي أعطيه المال. فالتمويل هو أنفاق أي أموال تمويلية، أي زوده بالمال. نرجو الانتباه لعملية القراءة ثم الشرح. مفهوم التمويل أو تعريف التمويل في اللغة أي أعطاه المال، هذا هو مقصودنا بمقصود التمويل. يعني مقصود التمويل هو أعطاء المال. بعدين نتطرق إلى الطرق أو صياغة أو مصادره صحيح، ولكن نبغى نتفق عن نقطة معينة، أي أعطى المال. فالتمويل هو أنفاقه أي أموله تمويلا، يعني أنفق، يعني اللي قام بالتمويل أعطى نقود أو أعطى أو أنفق أو زوده بثلاث معاني، كل معنى يعني معنى معين، ولكن نفس المضمون ونفس اسمه. نرجع نعاود التعريف من جديد، أي تعريف تمويل في اللغة أي أعطاه المال. فالتمويل هو أنفقه أي موله تمويلا. ونقطة ثالثة، أي زوده بالمال. يعني اتفقنا عند هذه النقطة في تعريف التمويل في اللغة. عندنا النقطة الثانية، تعريف التمويل اصطلاحا يقصد به تتضمن كافة
ومصادر الأموال وكيفية استعمالها وطريقة إنفاقها وتسيير هذا الأنفاق. هذا بما يخص تعريف التمويل الاصطلاحي، تتضمن كلفة ومصادر الأموال، تتضمن كلفة ومصادر الأموال وكيفية استعمالها وطريقة إنفاقها وتسيير هذا الإنفاق. يعني كل شيء موضح بما يخص مفهوم التمويل في 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 معناه في جانب الإسلامي أو في الاقتصاد الإسلامي. يعني مهم عملية التمويل، جانب مهم جدا 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 جدا. يشمل هذا المفهوم أو التمويل بمعناه بمعنى كامل جدا جدا، أي أعطى المال. يعني لو رغبنا في عملية التمويل أن التمويل معناه أعطى المال، أنا نرغب في تمويل، يعني نرغب في من شخص يعطيني المال، من يقوم بأنفاق المال، من يزودني بالمال. اتفقنا عليه، كلام حلو جدا جدا. اصطلاحا تتضمن كلفة ومصادر الأموال وكيفية استعمالها وطريقة إنفاقها. هذا بما يخص موضوعنا وهو التمويل. موضوع مشوق جدا جدا، مهم جدا جدا. يعني لو وصلنا لي عرفنا التعريف في اللغة في الاصطلاح بمفهوم التمويل، نعتبر أن احنا ضمننا جانب معين جدا جدا جدا، وجانب مهم في الحياة الاقتصادية والقيام بالمشاريع الاقتصادية في الاقتصاد الإسلامي. حينما نقوم أو نفكر في عملية استثمار أو أرغب أن أكون مستثمر، فعلي أن أطلب التمويل من مصادر الإسلام. وبهذه الحالة نبدأ على اتفاق، أي أعطاء المال، من يعطيني المال، من يزودني بالمال لعملية تضمن عملية التمويل والحصول على الأموال والقيام بالمشاريع. النقطة الثانية، صياغة التمويل من حيث الأجل. نبغى نوضح العملية والشرح. عنوان رئيسي، صياغة التمويل من حيث الأجل، يعني من حيث مدة الاتفاق في عملية الإقراض أو الحصول على التمويل. يقصد به يمكن تقسيم التمويل إلى تقسيمات مختلفة من حيث الحجم، الطبيعة أو المصدر، ولكن هذا التقسيم عادة يكون حسب المدة أو الأجل، وذلك كالآتي. قبل أن نذكر هذا التقسيم أو الأسماء، حسب المدة أو الأجل بمعنى واحد. يعني كم مدة التمويل، كم أجل التمويل، يعني مدة معينة بحسب معين. في عملياتنا في صياغة التمويل أو في دراستنا الأكاديمية أو في عمليات التمويل من مصادر التمويل، عند الاتفاق يتم على النحو التالي كالآتي: تمويل قصير الأجل، باء تمويل متوسط الأجل، جيم تمويل طويل الأجل. كيف نقوم بعملية الشرح أو فهم هذا الأجل أو هذه المدة؟ علينا أن نكون حافظين واضحين عند القيام بالحصول على مصادر التمويل من مصادرها الأساسية. والله إني نرغب في الحصول على تمويل، يقولك والله تفضل موجود عندنا تمويل، ولكن حاليا متوفر لدينا تمويل قصير الأجل. ما مقصود به؟ والله لدينا تمويل متوسط الأجل. ما هو المقصود به؟ لدينا تمويل طويل الأجل. ما المقصود به؟ هذا واجبنا أو في محاضرتنا هذه سوف نوصل لمعنى هذا 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 الأجل وهذه التقسيمات، اللي هو تمويل قصير الأجل، تمويل متوسط الأجل، تمويل طويل الأجل. المقصود به فقرة فقرة، نقطة نقطة. ألف، التمويل قصير الأجل مدته سنة واحدة في الغالب، ويجب أن لا يتجاوز سنتين كأقصى حد. أما الحد الأدنى فيصل إلى يوم واحد فقط، أي تاريخ الاستحقاق، أي ترجيع التمويل أو الاتفاق على التمويل. في حالة تم الاتفاق على تمويل قصير الأجل، حتكون فترة الاستحقاق فترة تسديد أو ترجيع التمويل بالمعنى الثاني، اللي هي لا يمكن تجاوز سنة، وكأقصى حد يوم واحد. يعني في حالة الاتفاق، في حالة أنك أنت وافقت على تمويل قصير الأجل،
هذا في حالة وبشرط حصر دراستي بمصادر التمويل أو الممولين أو المصادر التمويل بالعادة تحدد ما يتطبق مع قيمة المشروع، رأس مال المشروع، المبلغ الذي سوف يتم أعطائه أو تمويله، حيحدد عملية التمويل فترة الأجل هذه. ننتقل للنقطة باء، تمويل متوسط الأجل يتراوح مدته من سنتين إلى 5 سنوات وتصل إلى 7 سنوات، هذه فترة متوسط الأجل. في حالة دخلنا على أحد مصادر التمويل وقال لك والله إحنا عندنا تمويل متوسط الأجل وإحنا درسناه، معناها هم فترة السداد أو فترة الاستحقاق أو فترة ترجيع هذا التمويل أو هذا اسمه من 2 إلى 5 سنوات واحتمال توصل ل7 سنوات حسب الاتفاق بيناتهم. يعني أنا دائما نحط بين عيوني وبين أنظاري وفي فكري أن هذه الأجال عندها تواريخ، عندها مدة معينة محددة بالزمان بتوابت لدى لدى المصدرين، لدى من يقومون بإعطاء التمويل. عندنا النقطة جيم، تمويل طويل الأجل مدته تزيد عن 5 سنوات أو 7 سنوات وليس له حد أقصى قد يصل إلى 20 سنة. يعني التمويل طويل الأجل مدته بمعنى شامل من 7 سنوات وما فوق لما لا نهاية، أي حسب الاتفاق على السنوات بينك وبين صاحب التمويل أو مصدر التمويل حسب الاتفاق. 7 سنوات، 8 سنوات، 10 سنوات، 15 سنة، 20 سنة، 25 سنة، هذا بما يخص الاتفاق، ولكن أقل من هذه المدة لا توجد. فمن يحبذ المدة عليه أن يتم الاتفاق عليها بينه وبين هذا المصادر التمويل بما يخص هذه المرحلة من التقسيمات وصيغ التمويل. نرجع لهذه الفقرات الثلاثة، تم الاتفاق عليها بمدتها. الآن احنا بصدى نرجع لمفهومنا أو تعريف التمويل بعجالة للتوضيح فقط. لدينا تعريف عنوان رئيسي مفهوم التمويل وأنواعه. مفهوم التمويل لغة واصطلاحا، لغة أي أعطى المال، فالتمويل أنفقه أي أموله تمويلا أي زوده بالمال، هذه نقطة. تعريف التمويل اصطلاحا، تتضمن كلفة أو مصدر الأموال وكيفية استعمالها وطريقة أنفاقها وتسيير هذا الأنفاق. اتفقنا. بعدين عندنا صيغ التمويل من حيث الأنفاق. في حالة فهمنا لهذا العنوان يخص المدة أو الأجل، لدينا ثلاث مدة أو ثلاث أجال: تمويل قصير الأجل، تمويل متوسط الأجل، تمويل طويل الأجل. في حالة تعريف، في حالة ذكره بسيط جدا جدا، في حالة تمويل قصير الأجل مدته سنة واحدة في الغالب ويجب أن لا يكون يتجاوز السنتين كأقصى حد، أما الحد الأدنى فيصل إلى يوم واحد. بما يخص التمويل المتوسط يتراوح من 2 إلى 5 سنوات. عندنا تمويل طويل مدته 7 سنوات وما فوق، هذا بما يخص موضوع التمويل أو شرحنا لهذه المحاضرة. إن شاء الله تكونوا استمعتوا إليها. أي استفسارات، أي توضيحات، نحن موجودين. عملية بسيطة جدا جدا، مفهومة، نقاط ثابتة، وإن شاء الله موفقين وشكرا.